85 جنيه اغلى حاجه في الصيفي. وايه انت متاكده ان اغلى حاجه في الصيفي 85 جنيه؟ هتتفاجئ بقى، الناس هتيجي تتفاجئ. اغلى حاجه في الصيفي 85 جنيه يا ابني؟ والله 55 جنيه لحد 85 جنيه. ناس كتير على بيتج كرييتيف دمياط طلبت مننا ان احنا نعيد عروض محل سهر في مول الطبين. ازاي حضرتك يا ست الكل؟ ازيك يا ابو علي، عامل ايه؟ كله تمام. ناس كتير طلبت ان احنا نعيد بقى عروض الشتوي تاني، وده ممكن يكون برضو اخر فيديو ان شاء الله. ده اكيد المره دي ده اخر فيديو شتوي، بعد كده هنفرش السوق. طبعا ستات دومات اللي متابعانا دلوقتي بتحب شغلك وبتحب اسعارك بتحب كل حاجه انت بتعمليها، اعملوا لنا لايك على الفيديو ونوريهم بقى. نبدا بقى منين؟ نبدا عرض البنطلون ب 35. ايوه انتوا اللي طلبتوا ان العروض دي تتعاد، فاللي هيشوف حاجه هيلحقها عشان كل مره العروض بتخلص ومفيش حد بيلحق. نبدا بقى، ده بكام؟ 35. 35 جنيه مبطن من جوه. بصوا الطعامه وموجود بقى الكميات. اخبارها ايه؟ الكميات بتخلص. بلينا الباترينا تاني اهو. بصوا يمكن للمره ال1000. ايوه بنطلون ب 35 جنيه، لسه في بنطلون ب 35 جنيه. الوان كتير بقى يا حسن. بصوا ايوه البنطلون ده مريح جدا طبعا، جدا مفيش حد خد منه. ايوه لما كرره 1000 مره. اتفرجوا على العروض دي، العروض دي بتتكرر ويا تلحقها يا ما تلحقوش. وبنقول اخر عروض، اخر عروض في الشتاء. 35 جنيه. 35 بقى حسن، هو زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. أيوة. يجي بص اشكال في الدشه. بصوا نوريهم كمان بنطلون بس كده كمان بنطلون معلش. ايوه بصوا البنطلون ده ب 35 جنيه أهو. وكل اللي اخده وشكر فيه أهو. اعملوا لنا لايك على الفيديو يا جماعه. بنطلون ب 35 جنيه مبطل. بصوا الطعامه ما جابش حتى حق تفصيله، حق قماش وما اعرفش الصراحه. حق قماش. ايوه طيب. نخش بقى على العروض. انا سمعت ان المحل النهارده كله ب 150 جنيه. اه الكلام ده حقيقي؟ ايوه احنا موديلات عندنا 150. بصوا طيب. الميلتون ده موديل ميلتون اهو. الميلتون اللي كان بيتباع ب 300 و 250 جنيه. اه النهارده 150. 150 ترنج كامل. ايوه ده الكشمير الذهبي. ايوه البيتي الاورنج. نوريهم كده لانهم هم بيتفرجوا علينا. ماشي نفتح الكشمير. ايوه فراته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اغسلي والبسي، اغسلي والمقاس كبير بالتقل ده اهو. والفينش يا حسن تيشيرت بزونت وكمان بنطلون الاثنين ب 150 جنيه. الجبين ايوه اهو. بصوا الطعامه دي تقفل من جوه. اتفرجوا شوف التقفل من جوه. انا بنقول ترنج كامل 150 جنيه. مش حق السوت شيرت بس ده ترنج كده. شوف ايوه لما نفتح البنطلون. بص عامل ازاي؟ نفتح البنطلون عامل ازاي؟ بيلبس بيلبس ترنج كامل ب 150 جنيه. الخامه اهي مبطن. ايوه تمام. واللي يشوف حاجه ينزل يلحقها لان طبعا اخر حاجه. شوف بقى منه الوانها 150 جنيه. شايفين الوان الترنج اهو زي ما انتم شايفين كده. ايوه بص اصلا في اللبس تحفه. ده بقى تاخديه تعينيه للسنه الجايه براحته ولا كلمه. طب بص اللون ده. بصوا ده الكوليكشن ده عامل ازاي؟ بص اللون ده. بص ايوه ماشي في الزون غير ان هو مبطن عاملينه طبقتين. بصوا بصوا ترى كده المقلوبه اتنين. ايوه اللي هي اللي بتدفي من الاخر اللي بتدفي نازله. أيوة. جديد ده البنطلون. شايفين ترنج بالتول ده بال ده هيلبس لحد 95 كيلو. لحد 95 كيلو 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 فروق كده. احنا عايزين الميلتون مقاسات كبيره. طيب أيوة. جبنا لكم الميلتون مقاسات كبيره. أيوة. والله العظيم فعلا اللي اخذ الترنج احنا شغالين عليه من قبل ما نعرضه. أيوة. بسم الله ما شاء الله الزبونه بتدخل باللونين وبالثلاثه بيلموا بيلموا. اعملوا لنا لايك على الفيديو يا جماعه. يعني الترنج ما يجيش ثمن سواء انت جاي من دمياط القديمه من دمياط الجديده من الزرقاء فراسكور العروض دي بتخلص. والحق بصوا اللي جاي ده شيك جدا بقى. اللي جاي ده شكله لطيف. ما تجيب حته ام ده بكام برضو اللي هتفتحي ده؟ 150. 150 قلنا النهارده المحل ب 150. بصوا شايفين ده بقى ده بقى هيخلص بقى من قبل ما نعرضه. بص شايفين الشياكه؟ احنا مش بنقول حق السويتشيرت بس، احنا بنقول الترنج كامل ب 150 جنيه. طبطينة. ايوه تعالي شوفي الخامه يا جماعه. ده كان اصلا في اول الموسم ممكن ب 300 250 290. بص الخامه من جوه كده. ايوه بصوا اصلا يعني هو حتى الشغل اللي عليه وشياكته بنطلون اتفرجوا. ده الترنج ده شيك جدا برضو 150 جنيه. 150 جنيه ما تسالوش ازاي ب 150 جنيه. اتفرجوا كده شوفوا خامته عامله ازاي. اعملوا لنا لايك على الفيديو. التقفيل بتاعه من جوه يا حسن شايفين عامل ازاي؟ اتفرجوا كده بصوا الوانه اهي. ايوه البينك واللافندر. 150 جنيه. 150 جنيه. اتفرجوا بقى على اللي جاي ده. هات يا مستر. بصوا ده اديداس. ده الترنج ده تحفه بقى. شايفين الترنج ده عامل ازاي؟ اتفرجوا كده على الترنج ده. اديداس سوستة. بصوا اهو اديداس وسوستة وسوستة خامة برضه مبطنة. ترنج كامل برضه ب 150. 150 جنيه البنطلون اهو. ايوه وبقى الكميات محدودة بقى. اه
لان احنا ما شاء الله احنا بقالنا كام يوم بنقول هنصور وبيحصل ظروف ومش عارفين نصور ومشغلين عليه ما شاء الله. الترنجات دي كلها كميات محدوده، هتلحقوا يا ما تلحقوش. بطن فرو من جوه ازاي؟ فرو كده 150 جنيه 150 جنيه. اعملوا لنا لايك على الفيديو يا جماعه. كمل الوان ال 140 عمار. أيوة. العبايه. طيب العبايه البولر. ايوه العبايه البولر دي طلبت مننا كتير. طيب. أيوة. هنعرض الروب اول وبعدين نعرض العبايه. فرو كده الروب ده عامل ازاي؟ شايفينه 180 جنيه اللي كسر العرض. 180 جنيه المره اللي فاتت. الروب بقى بره 300 400. بص الروب ده روب 180 جنيه، متخيلين السعر؟ روب التقل ده بالطول ده كله 180. شايفين الطبطنه من جوه؟ شايفين عامله ازاي؟ ده بولر. ايوه شوف الجبين بتاعه اهو كده. ده ب 180 جنيه. ده ب 180 جنيه على شغل العرايس. كميات محدوده برضو؟ لا ده كميات منه حلوه. ده يا حسن كان معانا العرض اللي فات وما شاء الله خلص، كان عليه اقبال تاريخي. بصوا بقى اللي جاي ده الوانه اهي. بص الواناته كلها موجوده اه شكله اه. شايفين التايجر بتاعه شكله تحفه قوي. 180 جنيه 180 جنيه تقيله. اعملوا لنا لايك على الفيديو. انت عارف في الخامات وعارف تقفيلنا عامل ازاي؟ خامة ناعمة وحلوة جدا. والرقبة الياقة. شايفين عاملة ازاي؟ بصوا مهتمين بالتفاصيل. ايوه. ده 180 جنيه. 180 جنيه، نكمل بقى على ايه؟ هنكمل على عباية بس أنا بقى اهي. كل ده على عروض، كل المحل. دي العباية. ايوه. العباية البولر. شايفين العباية عاملة ازاي؟ بتاعت الروب. نفتح منها الرمادي، هي الكافيه والتايجر والرمادي. ايوه. هنفتح منها الرمادي. دي تلبسها يا حسن عرايس لحد 80 كيلو اخرها. لحد 80 كيلو اخر حاجه. اخر اخرها اهي. بص عامله ازاي؟ وبسوسته كمان من النص. سوسته حديد من نضيفه اهي. ايوه. وجيبين. ايوه. وجيبين الخامه بولر اهي. شايفين العبايه دي كلها؟ 130 جنيه حسن. بكام؟ 130. 130 جنيه العبايه دي؟ 130 جنيه. بكل الوانها؟ اه بكل الوانها. 130 جنيه يا جماعه. معمول له قمر اهو. بص الكم بتاعها حاجه كده تقفيل واسعار وهميه. بص السوسته حديد. بص فراغ كده. سوسته حديد عشان ايه؟ تفتحي وتقفلي براحتك. عامله ازاي؟ دي 100. شوف خامتها 130 جنيه، ويا تلحقوا يا ما تلحقوش لان الناس بتيجي تعمل زحمه. والحاجه بتخلص 130 جنيه ومحدش يزعل مننا، اللي عايز يحاول يجي على طول ثاني يوم. ايوه اعملوا لنا لايك على الفيديو يا جماعه. كمل بقى على ايه؟ عرض ال 140 برضو اللي كسر الدنيا المره. بصوا بقى عرض ال 140 جنيه الملكي. اتفرجوا على اللي جاي ده. نفتح السيمون ده، احنا ما قصناش فتحناه قبل كده. ده بكام ده؟ 140. 140 جنيه؟ 140 جنيه. ازاي ب 140 جنيه؟ بصوا ده بيعمل قلبان، ده الترنجه اما بنقول انه موجود. بصوا الطبطينه. الشغل الشغل. ايوه الشغل محترم بالاسعار دي. شايفين حتى البنطلون شكله محترم جدا. شوف تقفيله من جوه. شايفين الطعامه؟ حاجه محترمه والله. منه الاحمر، منه الفوشيا، منه المستارده. بصوا المستارده بتاعه. كل مره على فكره بنفتح المستارده وما شاء الله ستي تيجي تقول لك احنا عايزين المستارده اللي فات. برضه 140؟ ده تحريز اه 140. بصوا عامل ازاي؟ كل ده 140 خامه مبطنه وتقفيل. اهي دي الوان يا حسن. شايفين كل الوان عامله ازاي؟ 140 جنيه يا جماعه. 140. تعالوا اسالوا على ترنج ال 140 جنيه. وطبعا العبايه اللي ب 130. وزي ما انتم شفتوا الروبه ب 180 جنيه اسعار. اخر فيديو هتشوفوه، اعملوا لنا لايك على الفيديو ونكمل بقى على بقيه ايه. الدفايه دي يا حسن المتابعين. طبعا الدفايه دي كل ما نعرضها بتخلص. ما شاء الله وبنكرر منها الحمد لله الف مره. امهاتنا واللي بيتفرجوا علينا يعملوا لنا لايك على الفيديو. واللي بتاخدها مره بتاخدها تاني وتالت. بصوا الدفايه دي 70 جنيه. اتكررت اهي يا جماعه، يا جماعه اتكررت اهي. تلبس لحد كام؟ حلوه تلبس لحد 95. لحد 95. يجي. اللي خرج؟ اه اللي ما لحقهاش المره اللي فاتت انا جبتها. ايوه. و70 جنيه الوانها اهي. النيكي اللي بيتغير. يعني هنا النيكي. ايوه. لونه عنبي، هنا لونه ازرق، هنا فوشيا. الوانه كلها بتتغير. الوانه بتتغير. 75 جنيه. 70 جنيه. 70 جنيه مش 75. 70 جنيه. فين الحلقه؟ الامهات يا حسن اهو. الامهات دي بقى اللي بتلبس. بتلبس لحد 120 كيلو. بصوا بقى الامهات دي. عشان ما حدش يقول ان احنا نسينا الامهات. شوف كبيره قد ايه. شايفين التلبيس عامل ازاي؟ طب نيجي بقى للبنطلون. دي غاليه دي ولا برضه بنفس السعر؟ 75 جنيه. 75 جنيه. تلبيس. شايفين؟ السمكة عشان الأمهات. أيوة. بتحب السمكة اللي في البنطلون. بصوا رجل واسعة. أيوة. حاجة كده تلبيس. شايفين تلبيس. بقى ألوانها؟ أيوة. ألوانها زي ما أنتم شايفين. ألوان منها. أيوة. نكمل بقى على إيه؟ برضه حاجة تانية أمهات. أيوة. بصوا بقى ألوانها كتير عشان مش هنلحق بس نعرض ألوانها كلها.
دي بقى ايه شغل امهات بس خامه ترنج، يعني بيقولوا عليها دفايه بس هي خامه، احنا عاملين على خامه ترنجات قطيفه. دي قطيفه، دي قطيفه. بصوا التلبيس قد ايه، شايفين قد ايه، وراه كده امهات امهات معاكي لحد 120 كيلو، لحد 120 كيلو. شايفين عامله ازاي السمكه من تحت اهي. ايوه شوف بقى اتطبطينا من جوه فرو ازاي. شايفين الترنج ده كله بكام؟ الكاميرا جايبه فتحه البنطلون كبير جدا جدا، ده لحد 120 مرتاح، لحد 120 كيلو. بصوا الوانها، بصوا هي 12 نشوف لون منها تاني بعد اذنك. نشوف ايوه نشوف لون تاني منها، منها الاسود، في منها العسلي، في منها الفوشيا. نشوف الفوشيا مثلا. طب في منها النبيتي. ايوه نقول سعرها ولا ايه؟ 150 150 جنيه. نشوف الاحمر ب 150. نشوف الاحمر عشان بس الناس تكون مركزه وهي نازله بتجيب ايه. بصوا منها الكحلي والاسود عشان الناس اللي بتحب. أيوة. الالوان الغوامق دي امهات يا جماعه. طبعا احنا قربنا على عيد الام اللي عايز يجيب هديه ايوه وطويله عشان لما تمط ما تقصرش. بيجامه وكمان خامتها والماتيريال بتاعتها.